السلام عليكم. مدرب السياقة بلغزي شعيب، تجاوز العربات ذات الحجم الكبير، هذا هو الدرس اللي غادي نتكلم عليه. هذه العربات ابتداء من الكاميونات، الكاميو، الكار سيمر موك رموك. كنت فصلت في الدرس 181 علاش في لحظة التجاوز خص السائق يلتزم بالقانون والقواعد، وهذا القانون والقواعد كتسري كذلك حتى على العربات ذات الحجم الكبير. حتى هي اللي بغيتي تضوبلها كتبع نفس القانون ونفس القواعد. كما تتشوفوا هنا في الصورة، انا ما غاديش نتكلم على التقنية اللي شرحت في 181 كيفاش غادي تبقى ملتزم في الجهة ديال اليسار وشاد نفس المسار، والتقنية باش غادي تجاوز، والتقنية باش غادي تدخل. ما غاديش نتكلم، غادي تشوفوها في الدرس 181. ولكن هنا تنأكد في هذا الدرس على قبل التجاوز، يعني قبل ما ناخذ القرار باش نتجاوز، اشنو هما الاحتياطات والخطوات اللي غادي نتبع. هنا الفرق ما بين السيارة مع السيارة وسيارة مع عربة ذات حجم كبير، تتكون هنا الرؤية شبه منعدمة أو منعدمة قد ما كنتي قريب لهذيك العربة. إذا التقنية اللي غادي نتبع غادي نشرح لكم، ولكن أولا خص نشوفوا هاد المقطع ونتبعوا الدرس. كما شفتوا هذا المقطع، هذا ما خصش السائق يقرب باش تجاوز. في الاول كان واحد النظام، يعني واحد الكود كان تيعطيه مثلا هذاك العربه ذات الحجم الكبير كتخاطب به العربه اللي وراها اللي غادي تجاوزها، كتعطيها واحد الضوء الخضر تيكليونتي كما تشوفوا في الصوره. حاليا ما بقاش لعده اسباب ما يمكنش ندخل في التفاصيل والشرح، مره اخرى غادي نشرح في هذا الباب. ولكن اللي يهم هو ان ما بقاش القرار تيتاخذ من العربه اللي الامام ديالك، خصك تاخذ القرار بنفسك، ولكن خصك تتبع هذه الخطوات اللي غادي نقول. علاش ما خصنيش نكون قريب للعربه ذات الحجم الكبير؟ اولا تيكون عندهم فران قوي، يعني الا دار فران راه مباشرة تقدر تلصقو، يعني لا سمح الله تقيسو. ثانيا كما قلت الرؤية تتكون شبه منعدمة أو منعدمة، وهاد العربة هذه تتكون أمام ديالك يعني ذات الحجم كبير، تتاخذ واحد الحيز كبير في الطريق. إذا ما تلحقش وتاخذ القرار ديال التجاوز، كتخلي مسافة كافية وحتى تبان لك الطريق. اذا قبل ما نتجاوز ما خصنيش نتجاوز وهاد العربه اللي الامام ديالي شاده الجهه ديال اليسار، اذا هنا غادي يتعذر عليك التجاوز وكذلك الرؤيه. كنستعمل ليه كما قلت القانون القواعد الكلاكسون ونتسناه حتى يدخل الجهه ديال اليمين باش تكون الرؤيه عندي انا واضحه، ونتبع التقنيه اللي كنت شرحت في الدرس 181. لان إلا كنتي جاي بسرعة وقررتي باش تجاوز وطبقتي القواعد والرؤية ما واضحاش، هنا ما تيكونش التجاوز كامل. علاش؟ لأن إلا كنتي قريب وما خليتيش هذيك المسافة ديال الأمان والمسافة باش تبان لك الطريق، في اللحظة فاش تاخذ القرار ولو دير الكلاكسون والسينيال وما سمحش لك باش تجاوز لعدة أسباب، يقدر هو ما باغيش ولا ما محتارمش نفسه، تتاخذ القرار لحظة فاش تخرج لا سمح الله تكون طريق سيارة أو عربة جاية بسرعة. إذا قبل ما نتجاوز دائما خصني نخلي مسافة كافية باش تبان ليا الطريق، لأن قلت لكم تتاخذ حيز كبير في الطريق، والتجاوز تيكون دقيق لان ممكن في هذيك اللحظه فاش تجاوز تكون الطريق ما عريضاش.
إذا قبل ما ناخذ القرار تندير قراءة سريعة وتنشوف النوع ديال الطريق واش مسموح ليا باش نتجاوز، وندير كلاكسون الا صادفتيه سائق محترف وتيحترم السرعة غادي يخلي لك الطريق، ما بغاش يخلي لك الطريق ما تسرعش لان انت مبتدئ، خليه حتى تبان لك الفجوة ودوبل بالتقنية اللي كنشرحت في الدرس 181. الاهم هو في هذا الدرس هو دائما خصني نخلي مسافة كافية باش تكون ليا الرؤية واضحة في التجاوز، وكنتبع التقنية اللي كنت شرحت في الدرس 181. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.